لأنه واضح أن للتحرر من لبنان. مستعيد من خلال ليالي زمان مع ريتا الزمن الجميل. كل ليلة عم نعمل نوع من تكريم لشخصية أو لمرحلة زمنية قديمة أنتو بتحبوها ونحنا منحبها ولازم نحنا والأجيال اللي جاية نتذكرها. فترة طويلة بتشوفوني على الشاشة، قدمت كتير برامج، اليوم كمان عم بتشوفوني بمجال التمثيل بأكثر من مسلسل. مسلسل آخر الليل ابتدأ قبل رمضان وصار عنده جماهيرية كبيرة وامتد مع شهر رمضان المبارك. كارلا وجه بريء مبتسمة دائما ولكن هيك شريرة شوي بتصرفاتها لتوصل لأهدافها، وعندها انه الوضع الاجتماعي اللي هي فيه واللي وصلت له ما بدها تخسره لو شو ما كان. أوقات في شخصيات لعبتها بحياتي مش بس عن هول يمكن تشبهني بالشكل أكثر شيء أو طريقة اللبس، بس لحد اليوم من وقت ما ابتديت تمثيل لليوم حتى مع هلأ آخر الليل ومع بروفا، لا ما في شخصية بتمثل ريتا حرب بكل شيء. بحب إنه بتأقلم بكل الأجواء، ما عندي مشكل بكل شيء، إن كان بالطبقات الاجتماعية أو بالأماكن أو المطارح بقدر أقلم حالي وكوب بالجو. يعني بحب تكون نصيحة وشوي أنا يعني ماشي فيها. بشوف السوشيال ميديا بس ما بصدقها كتير، مشان لأنه في ناس تعمل ديبرشن ورا السوشيال ميديا وبتصدق كتير اللي بتشوفه، إن كان من اللبس والبهرجة أو من العلاقات يلي دايماً هابي فاميلي وهي مش هيك بالحقيقة. فكلنا بنشبه بعضنا وكلنا عنا مشاكل وكلنا بنزعل وبنبكي وبننبسط، واللي بتشوفه على السوشيال ميديا نصه إذا مش أكتر مش مصر.